لكم البنات عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله بالصحه وبالهنا وبكل ما كتمنوا. تقبل الله منا ومنكم سائر الاعمال وصالحها. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين عيدتوا بخير وعلى خير، وتكونوا كلكم في افضل الاحوال وبصحه جيده. كيف ما عودتكم دائما فضروري كيخصني نبارك لكم العيد ونشكركم كل مره كنشكركم، وكل مره شكرتكم فما غنوفيش لكم حقكم، لان بالفضل ديالكم نتوما اللي الحمد لله القناه ديالنا راها غاديه وكتكبر وتكبر. نتمنى حبيباتي انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى انكم تكونوا كلكم دوزتوا هذا النهار هذا بخير وعلى خير، وبالخصوص الاخوات الحلويات كي صبحتوا وكيفاش درتوا مع الروينه ديال العيد. صراحه دازت ايام شي شويه صعيبه، ولكن الحمد لله الحمد لله الانسان غير كينعس كيرتاح كينسى داكشي كامل اللي دوزو ديال الخدمه وديال تماره. نتمنى حبيباتي كيف ما سبق لي وذكرت انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتكونوا عيدتوا كلكم بصحه جيده يا ربي. وكيف ما سبق لي ودائما كنشارك معكم، غادي نشارك معكم ان شاء الله حتى اليوم طبيلتي ديال نهار العيد. راكم عارفين البنات ضروري ضروري ما خصنا نخلقوا شويه ديال الاجواء ديال نهار العيد، واخا مع هاد الكوفيد ومع هاد المشاكل كلها اللي راهنا واقعين فيها. الانسان ضروري ما خصو يخلق هاد الجو هذا ديال العيد باش هكذا ما نساوش الاجواء ديالنا ونرسخوا في وليداتنا هاد التقاليد ديالنا وهاد الاجواء هادو ديال العيد. غادي نشارك معكم الطبيله ديال هاد النهار، ونتمنى حبيباتي انها تنال اعجابكم، لان صراحه انا ما كلفتش على راسي ما درتش شي حاجه اللي هي كثيره. داكشي اللي قدرت عليه درته وصافي. راكم عارفين دابا ما كيجي حتى شي واحد تقريبا قليل اللي غيجي، الا غيجيو شي اصدقاء او الا جا شي حد من العائله فقط. اما دابا كل واحد راه شاد دارو كيف ما كنقولوا. نطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء والبلاء وترجع الحياه ديالنا العاديه كيف ما كنا، هذه شحال كيف ما كنا نزوروا الاقارب والاحباب يجيو عندنا وصلاه العيد والاجواء ديال العيد. لان صراحه العيد بلا صلاه العيد وبلا صله الرحم وبلا زياره الاحباب وبلا ما نباركوا للناس العيد ويجيو يباركوا لينا العيد ناقص بزاف. ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. نطلبوا الله سبحانه وتعالى غير يهز علينا هذا البلاء وهذا الوباء هذا، وان شاء الله ترجع الحياه كيف ما كانت هذه شحال. يلا دابا غادي نخليكم مع طبيلتي. هذه هي الطبيله ديالي البنات ديال النهار اليوم كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما سبق لي وقلت لكم انا راه ما كلفتش على راسي شي حاجه كثيره وجدتها، فقط داكشي اللي عندي في البيت حضرت به هاد الطبيله هذه. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا بالنسبه للحلوه انا ما صوبت حتى شي حاجه، من غير صوبت الكعك والفقاس وريش بون صافي، هادشي اللي حضرته لان هادشي اللي كياكلوه لي في الدار. اما بالنسبه للحلويات الاخرى فما كياكلوهاليش، داكشي علاش غير داكشي اللي تبقى لي من لي كوموند كيف ما كتلاحظوا معايا حضرت به هاد البلاطو هذا فقط هكذا، يعني الا جا شي حد وصافي. اما حنايا في غالب الاحيان كناكلو ريش بوند وكناكلو الكعك الوجدي والفقاس. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنا عندي هذا البلاطو هذا درتو بداكشي كيف ما قلت لكم اللي بقالي من لي كوموند. وهنايا عندي الكعك الوجدي الغني عن التعريف اللي ما يمكنش دوز الطبله ديال المنطقه الشرقيه سواء ديال العيد اولا من غير العيد وسوغتو العيد بلا به. الكعك الوجدي كيف ما كتلاحظوا معايا هو هذا. وهنا عندي شويه الفقاس شويه البهله غريبه، البهله صراحه ما صوبتهاش كانت تبقات لي من الكوموند، ولكن الفقاس والكعك صوبته. وهنايا عندي ريش بوند غنية عن التعريف اللي حتى هي ما يمكنش الطبلة المغربية تكون بلا بها. وهنايا البنات شوية ديال المكسرات كانوا عندي حمرتهم شي شوية وحطيتهم. وهنا عندي هاد الكيكة هادي ديال القرقاع، هادي راه سبق لي وشاركتها معكم تقريبا بحالها، غير هادي درتها شي شوية صغيرة. كيكة ديال القرقاع والجزر كتعجب الولاد بزاف بزاف كياكلوها لي بزاف، فداكشي علاش قررت انني نديرها لهم اليوم باش يستافدوا منها. وهنايا البنات راه درتها بالدقيق ديال القمح، ما درتهاش بالفارينة، درتها بدقيق القمح والجزر والقرقاع وصافي. زينت هكذا بواحد الكاناش ديال الشوكولات وشوية ديال الفيريرو روشي. وهنايا عندي رغيفات اولا مسمنات اللي ضروري ما خصهم يكونوا في الطبله ديال العيد. انا الا ما حضرتش هاد ما حضرتهمش معسلين كنحضر هاد المسمنات هادو. وداكشي اللي عندي في الثلاجه هنا شويه ديال الفرماج شويه ديال الكونفيتور شويه ديال العسل وشويه ديال الاملو وصافي. وهنايا البنات راه حطيت هنايا العصير
حيت كان متوفر عندي في الدار، فقلت انا نعصروا الوليدات الا بغاو يشربوه، فداك الشيء علاش درت لهم هنايا العصير. ومنها اصلا اليوم اصبح شويه الحمان بزاف، فاللي ما قدرش يشرب اتاي يشرب كاس ديال العصير مع شويه ديال الكيك، لان راكم عارفين مع ولفنا الصيام باقي ما كنقدروش ناكلو. صراحه انا دابا مازال ما قدرتش نفطر، لان كيجيب لي بالي بحال مازال صايمه. والصوينيه ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا، والبريريت ديال اتاي المغربي على حقه وطريقه، واخا الصينيه ماشي مغربيه ولكن البراد والكيسان مغربيين 100%. وصافي البنات كيف ما لاحظتوا معايا كانت هذه هي طبيلتي، وكان هذا الشيء اللي حضرت. نتمنى حبيباتي انه ينال الاعجاب ديالكم، و يعني هذا الشيء اللي حضرت يعجبكم. وغادي نخليكم دابا ان شاء الله الى فيديو الجاي، وغنعاود نقول لكم عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بالف خير. الى اللقاء.